حذفت منصة بث الأفلام والمسلسلات نتفليكس حلقة من برنامج باتريوت أكت تناولت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، ومنعت نتفليكس عرض الحلقة بالسوق السعودية. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فقد جاء الحذف بعد تلقي المنصة شكوى من المملكة، ما جدد المخاوف بشأن سيطرة الحكومة السعودية على حرية التعبير على منصات الإنترنت. نتفليكس شبكة الترفيه الأمريكية تنصاع للرقيب السعودي كما يبدو. حلقة من برنامج قانون باتريوت الكوميدي طالت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الصميم، أغضبت بعضهم، ففضلت نتفليكس حجبها بسرعة داخل السعودية عوضا عن التمسك بحرية بثها. مقدم البرنامج حسن منهاج لم يدرك أن فتح ملف فضيحة قتل الصحفي جمال خاشقجي والتوقف عند مآسى حرب اليمن سيغضب ولي الأمر في الرياض. غضب ترجم بطلب هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نتفليكس التوقف عن بث الحلقة لمشتركيها في السعودية. طلبت السلطات السعودية فلبي طلبها بلا تردد، ما قاله مقدم البرنامج الساخر ينتهك قانون مكافحة الإنترنت في المملكة. وهنا الحديث عن معلومات كثيرة منقولة عن وسائل الإعلام الأمريكية تتعلق بقتل خاشقجي تحديدا وموجة الاعتقالات في المملكة بحق عشرات الناشطين والشخصيات المعروفة. امتنعت نتفليكس عن المواجهة إذن وسهلت مهمة الرقيب السعودي، فالمصالح التجارية هي الحاكمة غالبا في هكذا ظروف، ربما لأن صندوق الاستثمارات السعودي يمد بسخاء في قطاعات التكنولوجيا والترفيه في الولايات المتحدة ودول أخرى. لغة المال هي الغالبة، لا شيء آخر يغلبها في عالمنا الحديث، لكن كلما حجبته نتفليكس عن السعوديين وغيرهم حول أداء محمد بن سلمان وفضائحه بات واقعا يتجاوز رغبات حكام الرياض وفضاء الشبكة العنكبوتية. مشاهدينا، ننوه إلى أن التلفزيون العربي حاول التواصل مع منصة نتفليكس للأفلام والمسلسلات لكي يدلوا بدلوهم ونسألهم عن الأسباب التي دفعتهم إلى حذف هذه الحلقة للمشاهدين داخل السعودية، لكننا للأسف لم نتلقى أي رد. اللافت رولا أن الحلقة ما زالت موجودة على موقع يوتيوب ويمكن لأي شخص أن يتابعها، واللافت أكثر أنها بثت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. صحيح، وطبعا الاتخاذ جاءت في هذا الوقت بعد مضي شهرين تقريبا. نعم. يعتبر وقت طويل. نعم. إعلاميا بالمجمل. نعم، واللافت أن أيضا القرار السعودي دفع هذا البرنامج لكي يصبح معروفا أكثر في أنحاء العالم، خصوصا أنه لم يكن كثيرا معروفا. ننوه أيضا إلى بيان صدر من منظمات حقوقية عدة تندد في الواقع بالإجراء السعودي وأيضا بما سمته صياع نتفليكس للإجراءات السعودية. منظمة العفو الدولية، أقرأ هنا من بيان وصلنا، قالت أن سحب الحلقة يسهل قمع حرية التعبير. وقالت مديرة حملات المنظمة في الشرق الأوسط إن فرض السعودية رقابة على نتفليكس دليل إضافي على القمع الذي يمارس بلا هوادة في المملكة. وقالت أيضا إنه من خلال الإذعان لمطلب السلطات السعودية تعرض نتفليكس نفسها لخطر تسهيل سياسة المملكة غير المتسامحة إطلاقا مع حرية التعبير. هناك أسئلة كثيرة في الواقع تثار بشأن لماذا بالفعل انصاعت منصة نتفليكس للقرار السعودي الذي برر بقوله إن الشبكة الأمريكية تخرق قوانين المملكة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مع أن المقدم الذي نشاهده حسن منهاج قام فقط بانتقاد السياسات السعودية داخليا وخارجيا.